جد جوز، أنا سأرتب هذا الحفل على طريقتي. لن أقول أن الأصول ترفض التغيير. افتح الأبواب. من وجدها قد غير ما في نفسها الكثير. لا تخف بل قل ما بداخلك. ابدي ودك للناس ستجدهم معك. أشكرك سيدتي. الملك سيرفض هذا. يجب دعوة الأمراء والنبلاء لحضور الحفل. أنا سأدعوهم، هم وجميع أصحابي موجودين بالقرية. شكراً سيدتي، لا يصح أبداً أن تفعلي هذا. ببساطة هذا يخالف الأصول الملكية. ربما علينا الآن تغيير الأصول. لو تبغي النجوم أحضرها إليك. اسعى بإخلاص وأهدافك ستأتي. هذا الحفل يحتاج تجديداً، وخاصة التحلية. بركوك لا. لا، إن جاد يحب الشوكولاتة. كعكة شوكولاتة، هذه حقا فكرة جيدة. لم أرقص في حياتي بهذا الشكل. فالتقط وحدك ولا تخاف. قد يجوز أن تحاول وتصل إلى فاس. هذه ليست الأصول. هذه ليست الأصول. هذه ليست الأصول.